بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، اينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم مع هذه الانطلاقة الرئيسية، مع انطلاقة الشوط الاول، اقوى اشواطنا في هذا المساء على مستوى اشواط الحيل. الله 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 على هذه البدايات القوية وعلى هذه الانطلاقات المتميزة. يحلو الكلام ويطيب المقال والمقام في مثل هذه الانطلاقات الرئيسية. نتواصل إذن من جديد مع هذه البداية القوية ومع المرحلة الثانية لسباقنا المحلي الثاني وأشواطنا العامة في هذا اليوم السبت الموافق للسادس عشر من شهر أكتوبر لسنة 2010 للميلاد. تاريخ سيسجل في هذا اليوم وحدث سيكون في مثل هذا اليوم. من الانتصار ومن هي تلك التي ستحفر اسمها في سجلات المبدعين والمتألقين؟ يا سلام. إذا مشاهدينا الكرام، نخبة وعمالقة وفطاحلة الشعارات والمضمرين تنطلق في هذه الأمسية التراثية الأصيلة هنا على أرضية ميدان التحدي. أنطلق بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أسير بالمقدمة وأتابع وأسلط الضوء على الشرود التي بدأت الآن تشرد وتنطلق في المركز الأول وفي هذا المركز المميز. إذا الشرود وسعيد بن محمد بن زايد الخيارين ينطلق شعاره على ظهر الشرود ليسيطر سيطرة ممتازة على المركز الأول ويضمر الشرود ناصر بن سالم المكسور. المركز الثاني عسيلة تحتل المركز الثاني، يضمر عسيلة راشد بن ناصر بن حباب الهاجري، ولكن حصل تغيير ودخول من قبل وزن والشوط وزن ثقيل، وشعارك الذي على ظهرك يا وزن هو ايضا من الشعارات التي وزنها ثقيل ايضا. اذا وزن غيرت الان لتضبط ميزانية هذا الشوط، وزن لسيد صالح بن حمد القمر المري ويدير عملية تضميرها حمد بن محمد بن جهويل. الدور على المركز الثالث، اتابع عسيلة وراشد بن ناصر بن حباب الهاجري القادم بشعاره المتميز والمنطلق في ثلاثية المقدمة. الدور على المركز الرابع، اتابع الشاهينية أيضا تنطلق وشعار آخر أيضا لواحد من أسرة آل حباب، فهد بن مبارك بن حباب الهاجري ينطلق ويتواجد مع الشاهينية. إذا الشاهينية في المركز الرابع وفهد بن الحباب الهاجري قادم ويحتل المركز الرابع وتواجد لأهالي هنا في هذه المعركة والموقعة التي تجمع نخبة الشعارات. حصل تغيير وتسلل من قبل بنت الباز التي تتسلل الآن وتخطف المركز الثالث للسيد عبد الرحمن بن هلال. عبد الرحمن بن هلال الذي يغير وينتقل مع انتقالة ممتازة إلى المركز الثالث بن هلال المري. عبد الرحمن بن هلال المري، هذه هي نتيجتنا ايضا للخمسة المراكز الاولى. مشاهدينا الكرام، عشاق رياضة الاباء والاجداد، عشاق هذه الانطلاقات المتميزة، يا سلام. الله الله الله، ادام الله هذا المشهد، هذا المشهد الذي نشاهده في كل موسم هنا في ميدان التحدي، ودعم اسيادي اصحاب السمو الشيوخ لمثل هذه الرياضة العربية الأصيلة، ودعم متواصل لرياضة الآباء والأجداد. أعود بكم إلى المقدمة، أعود إلى وزن. الله 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 الله، إذا وزن مشاهدينا الكرام الآن تعمل عاكفة على ضبط ميزانية هذا الشوط للسيد صالح بن حمد القمر المري وبقيادة حمد بن محمد بن جهويل. هناك تغرد وحيدة خارج سرب المقاتلات في هذا الشوط، يا سلام. الدور على المركز الثاني ونتابع الشرود، وسعيد بن محمد بن زايد الخيارين ينطلق مع الشرود في المركز الثاني بقيادة ناصر بن سالم المكسور. المركز الثالث، هنا
التواجد لبنت الباز الباحثة عن الامتياز، الباحثة عن شهادة الامتياز في هذا الشوط، ولمن الانجاز يا بنت الباز. اذا بنت الباز وعبد الرحمن بن هلال المري ينطلق شعاره على ظهر بنت الباز ويندفع في ثالث المراكز. الدور على المركز الرابع، الشاهينية متواجدة على المركز الرابع، وفهد بن مبارك بن حباب الهاجري كذلك يعلن عن حضوره المتميز هذا المساء. المركز الخامس أتابع شعار بوبرجس قادم مع مزنة، فهد بوبرجس المري قادم في المركز الخامس، ولكن الدخول يا سلام. الله 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 الله، إن سئلت من الواصلة، الواصلة جمالة. الله حيوا جمالة يا جماعة، حيوا جمالة احتراما لتاريخها المشرف واحتراما لما قدمته من إنجازات ومن ابداعات، وأول اشتراك في هذا الموسم لجمالة الخيارين، جمالة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين في أول ظهور لها هذا الموسم. نحترم المنجزات، نحترم المتألقات، نحترم المنجزين. وهنا هنا جمالة سعيد بن محمد زايد الخيارين ينطلق مع جمالة بقيادة أحد الخبراء ناصر بن سالم المكسور. تسللت جمالة الآن وانتقلت إلى المركز الثاني، ولكن هناك ما زالت المقدمة مع وزن، ولكن نشاهد المساندة قادمة مع الظبي، وشعار صالح بن حمد القمر أيضا يقدم لنا كذلك الظبي لكي تنضم إلى وزن شقيقتها في العزبة، ولكن لا أعلم إن كانت شقيقتها في السلالة ولكن هي زميلتها في العزبة. انطلقت الضبيلان وصالح بن حمد القمرة يحكم القبض على المركزين الأول والثاني، وبالتالي الصدارة عن جدارة للقمرة في هذه اللحظات من خلال وزن ومن خلال الضبي. يا سلام يا سلام، جمالة على المركز الثالث، ولكن انطلقت الشرود تتسلل الآن لكي تنضم إلى كوكبة المقدمة. سعيد بن محمد بن زايد الخيارين يقود هذا التحدي وينطلق مع هذا الانطلاق المتميز. جمالة على المركز الثالث، الظبي على المركز الرابع. خامسا تأتينا هنا مزنة، عبد الهادي بن طالب الشهواني كذلك أول نداء، أول إذاعة لمزنة التي اخترقت الصفوف الآن وانطلقت مزنة. تابعوا وراقبوا انطلاقة مزنة، عبد الهادي بن طالب بن عبد الهادي الشهواني ينطلق مع مزنة في المركز الخامس، ولكن المقدمة مع وزن. وزن وزنها ثقيل، اسمها مميز، تنطلق الآن وتندفع في المركز الأول بقيادة شعار صالح بن حمد القمرة. السندباد إذن، السندباد يتواجد مع المقدمة كعادته دائما وكعادة شعارها الباحث عن نواميس الأشواط الرئيسية. الله بن جهويل، حمد بن محمد بن جهويل يتابع، أو حمد بن سالم بن جهويل. عندك أبو سالم إذن، سموح أبو سالم متواجد، كلكم إخوان حمد ومحمد، حمد بن محمد وحمد بن سالم، ولكن هذه عند أبو سالم، عند حمد بن سالم. الله، انطلقت وزن مشاهدينا الكرام، انطلقت وزن في المركز الأول، وصدرت التعليمات على وزن، والكيلو الكيلو الأخير، الكيل للخطير يا بن جهويل. انطلقت إذن وزن في المركز الأول، المركز الثاني جمالة، وكذلك الظبي، وكذلك مزنة. الخطورة، شوط العمالقة، شوط النخبة، الشوط الأول الرئيسي، يحلو الكلام ويطيب المقال والمقام يا بن جهويل. حمد بن سالم مع وزن في المركز الأول، شعار القمرة قادم في المركزين الأول والثاني، وهنا الظبي وجمالة. جمالة هو الظبي، تسللت الظبي، اتسللت الظبي الآن وانطلقت إلى المركز الأول. جمالة في المركز الثاني، جمالة والظبي، الظبي وجمالة، الخيارين والقمرة، القمرة والخيارين على ناموس الشوط الأول. الشوط الرئيسي ودارت راح المعركة الطاحنة على الشوط الأول الرئيسي. جمالة تبحث عن التسلل، ولكن الظبي على المركز الأول، وجمالة تسللت. جمالة الله غيرت جمالة وانتقلت إلى المركز الأول في أول ظهور لها هذا الموسم. مشاهدينا الكرام، إذا راعية العوايد تحافظ على عوايدها وتحافظ على عدتها في الناموس، تهانينا لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين على فوز جمالة بالمركز الأول. المركز الثاني
الضبي للسيد صالح بن حمد القمر المركز الثالث، مزنة للسيد عبد الهادي بن طالب بن عبد الهادي الشواني المركز الرابع، كان من نصيب الشاهينية للسيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري، أما المركز الخامس فكان من نصيب مزنة للسيد فهد أبو برجس المري. مشاهدينا الكرام أيها المتابعون الأعزاء، إنما كنتم شهدنا الإثارة المتميزة وشهدنا التحدي الكبير والمميز الذي جمعنا في هذا الشوط الأول الرئيسي بجماله التي اعتدنا منها دائما تقديم المستويات الراقية والمميزة. 9 دقائق 44 ثانية و23 جزءا من الثانية هو التوقيت الزمني لجماله للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، فله منا التهنية، وكذلك لمضمر جماله ناصر بن سالم المكسور. المركز الثاني كان من نصيب الظبي وقطعت المسافة في 9 دقائق 46 ثانية و13 جزء من الثانية. تهانينا للسيد صالح بن حمد القمرة على هذا الفوز، والتهاني كذلك لمضمر الظبي حمد بن محمد بن جهويل. المركز الثالث كان من نصيب مزنة والتي قطعت المسافة في 9 دقائق 48 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مزنة السيد عبد الهادي بن طالب بن عبد الهادي الشهواني. أما الآن مشاهدينا الكرام